اسمح لي في هذا السؤال أبو مهدي. البعض قال خطاب صاحب السمو أمير البلاد يعني الخطاب السامي كان واضح في مسألة يعني أن المجلس والحكومة أضروا في البلاد وفي يعني وفي العباد يعني، وكان هناك نقد عليكم كمجلس وكحكومة. نعم. بهذه الجزئية، أولا سمو الأمير رئيس الدولة عنده منظور ومن حقه ومن واجبه أنه يطرح رأيه كرئيس دولة، من واجب النواب واجب الحكومة. أول شيء واجب الحكومة بالدرجة الأولى أن الأمير يمارس سلطاته من خلال وزراء، وأنا قلت هذا الكلام، قلت حق الشيخ محمد الصباح وقلتها في اللقاء الأخير مع الأخ علي حسين. قلت له يا سمو الرئيس، سمو الأمير، وأنا من الناس اللي استمعت له بشكل مباشر، رجل عنده مرئيات ومرئيات في غاية الروعة، يعني أولا محاربة الواسطة والمحسوبية. أنا قمت بهذا الدور أبو حمد، وأنا قلت حق علي قاعد أعكف على إعداد قانون لمنع الواسطة بالكويت من أقل شيء إلى أعلى شيء، بس ما أسعفنا المجال إن شاء الله، يعني النواب يقدمونه. عنده رؤية في قضية الإصلاح الحقيقي، زين أنا ليش ما ترجمه؟ ليش وين دور رئيس الوزراء أنه يكون حلقة الوصل؟ يب مرئيات صاحب السمو، أنت حلقة الوصل بينه وبين مجلس الأمة، يب مرئياته. مرئياته أما تتطبق عن طريق قرارات تنفيذية من الحكومة وهذا شأن حكومي والطريق أمامك مفتوح، أو أنه تحتاج تشريعات وإحنا مستعدين. أنا اختسلت باجتهاد شخصي بسيط خطابات سمو الأمير، الخطاب الأول 22/6 والخطاب الثاني اللي ألقاه في النطق السامي. أخذت منه 4 قضايا مهمة. القضية الأولى أن قضية دعوة صاحب السمو إلى عدم الانسياق وراء أي نوع من الفتنة اللي تضر مصلحة الكويت والاستقرار المجتمعي. احنا طبقناه بكل رحابة صدر، ترجمة وأيضا ذاتنا وضميرنا يملي علينا. اليوم ما حد يسمع خطاب طائفي في الكويت، اليوم ما حد يسمع خطاب قبلي ومناطقي في الكويت، اليوم الكل متجه على قضايا اللي تهم الشعب الكويتي. اليوم الحكومة قاعدة تمارس هالدور، بس الآن في خطاب، الآن في الحكومة خطاب وراها يعني موجود، وراح أسألك عنه بعد شوي. يعني لما الحكومة تتبنى أو توعز أصلا هالخطابات، منو كان وراها؟ اللي توا تكلمت عنهم اللي فقدوا نفوذهم، اللي بدوا فلسوا من الخطاب الطائفي، فلسوا من الخطاب المناطقي والقبلي، اليوم قاعد يتكلمون عن الجنسية الأولى والثانية. هذا راح نتكلم، يبون يردون عشرات السنين في محور. نعم هذا في محور، فإذا تم يتكلم عليه بعدين. فإذا أقول لكم مصداقية لكلام سمو الأمير في قضية درء الفتن، المجلس استجاب له بطريقة راقية جدا. إني المسألة الثانية اللي هي قضية التشديد على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم في تناول التطلعات القادمة. سوينا خارطة تشريعية، حطينا أولويات اللي تهم البلد ككل، تهم دولة الكويت والشعب الكويتي. النقطة الثالثة اللي تكلم عنها صاحب السمو هي تلبية احتياجات المواطنين والعمل على رفع المعاناة عنهم، ولذلك اتفقنا وقلنا هذه خلت تصير أيضا بتعاون كامل وحقيقي مع الحكومة اللي هي في قضية زيادة غلاء المعيشة وقضية المتقاعدين. نعم. النقطة الأخيرة بشكل سريع اللي هي وصى سموه بالاهتمام بالتشريعات النوعية، وإحنا يبنى تشريعات نوعية، يبنى تشريعات تدر على الدولة مصادر دخل إضافية، يبنى تشريعات تحسن من التوجه نحو إصلاحات سياسية حقيقية، سواء في الحكومة، سواء في السلطة القضائية، سواء في قضية محاربة الفساد والإصلاح الإداري والإصلاح المالي. هذه كلها جهود صارت هي ترجمة نعم لمقولة سمو الأمير.